أعلنت مؤسسة حياة كريمة توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرية. يأتي هذا بالتعاون المشترك بهدف تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للفئات الأكثر احتياجاً بالمجان تماماً، وذلك من خلال كل مراكز الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والموجودة في 20 محافظة من محافظات الجمهورية، فضلاً عن تقديم خدمات التوعية عن قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للشباب، وذلك من خلال العيادات الصديقة للشباب. وفي إطار هذه الشراكة أيضاً سيتم تنظيم القوافل الطبية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للفئات الأكثر احتياجاً للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية في قرى الريف المصرية.